أهلا بكم في مطبخ بسمة تي في حلقة جديدة من برنامج حلويات رمضان. اليوم الوصفة اللي حنساويها مع بعض هي كيك الأناناس المقلوب. رح نبدأ أول شي بالمقادير. لتحضير التغطية بدنا 14 شريحة أناناس تازة أو معلب، 14 حبة كرز محلى، 60 جرام أو ربع كوب زبدة، و110 جرام أو نص كوب سكر بني مضغوط. لمزيج الكيك بدنا 150 جرام أو كوب طحين، 150 جرام أو 3 أرباع الكوب سكر، 3 أرباع معلقة صغيرة بيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة صغيرة بيكنج سودا، 130 جرام أو نص كوب زائد معلقة طعام زبدة، صفار 3 بيضات، 120 جرام أو نص كوب كريمة حامضة، ومعلقتين صغيرة خلاصة الفانيلا. أول شي بدنا نذوب 60 جرام من الزبدة بمقلاي. بعد ما ذابت الزبدة بالكامل بنضيف سكر البني ومنحرك بالمعلقة الخشبية حتى يذوب السكر. وهلا بدي احط مزيج السكر والزبدة بقالب كيك دائري. حوزعه شوي. وهلا حناخد شرائح الأناناس ونجي نصفهم داخل القالب. رح اخد شريحة كاملة وحطها بنص القالب فوق مزيج السكر والزبدة. بعدين حاجي صف شرائح إضافية حوالي الشريحة اللي حطيناها بالنص. أنا استعملت هلا الشريحة بالنص وستة حواليها، فعنا سبع شرائح أناناس، وحأجي هلا صف نص شرائح أناناس داير القالب. رح أخذ أول شي شرائح الأناناس اللي بقيانة، حأجي السمون بالنص، بدي صف الطرف اللي مقسوم لتحت. أنا عم بستعمل أناناس معلب، فيكن تستعملوا أناناس تازة. هلا المعلب بيجي بعصير فضروري إنه تصفوه منيح. وهلا بدي أخذ الكرز المحلى يلي بيسموه كاندي تشيري، ولح أجي أحط حبة بكل وسط شريحة أناناس. وحأجي صف كمان حبة بشرايح الأناناس اللي حطيناه هون على الدائر. هنجي نضغط. وهلأ حنخلي هذا القالب على جناب لبين ما نحضر مزيج الكيك. هلأ بدي حط صفار البيض بوعاء، حضيف عليه هون ربع كمية الساور كريم أو الكريمة الحامضة، وحضيف عليهم خلاصة الفانيلا. هأخفقهم بالويسك. وهلا بدي بلش أخلط المكونات الجافة. هلا بدي أحط الطحين بميكسر، حضيف عليه الملح والبيكنج باودر والبيكنج سودا. هأخلطهم مع بعض. وهلا بدي أجي أضيف السكر. هأرجع أخلط. هلا بدنا نجي نضيف الزبدة. الزبدة طرية، ضروري تكون طرية لأنه بعدين كتير بتعذب بالخلط. وحأجي أضيف بقية الساور كريم. حنرجع نخلط. هلا صار هذا المزيج جاهز. واخر شيء بدي اجي اضيف مزيج صفار البيض، رح اضيفه على مرحلتين. هاخلط. وهلا بدي اضيف اخر دفعه. حنرجع نخلط اخر مره.
حاجي وزع مزيج الكيك فوق شرائح الأناناس. انتبهوا إنه ما تحركوا شرائح الأناناس، بس نوزعه على النهلنا، نوزعه شوي شوي بهذه الطريقة. مو ضروري تغطوا شرايح الأناناس يلي عالداير لأنه الكيك رح ينتفخ. تكونوا حميتوا الفرن للمية وثمانين، ورح نخبز الكيك تقريبا لمدة 40 دقيقة إلى 50 دقيقة حسب الفرن اللي عندكم. أول ما يطلع الكيك من الفرن رح أتأكد إنه انخبز مظبوط، رح أجي غز عود خشبي بالنص وطلع نظيف. هلا بدنا نقلبه مباشرة على طبق التقديم، لأنه إذا تركناه بالقالب الكراميل اللي بالسفل بده يلزق، فلذلك رح نجي نمرر أول شي سباتولا عداير الكيك لحتى نتأكد إنه يتحرر بسهولة. هلا حأجي حط طبق التقديم فوق القالب وبدنا نقلبه بسرعة كتير. نهز شوي القالب حتى ينزل الكيك بسهولة، وهلا بنرفع القالب. شايفين ما لزق أبدا لأنه ضغري قلبناه على طبق التقديم. أصحكم تتركوه بالقالب مثل ما قلت لكم، إذا تركتوه يبرد بالقالب بده يلزق وبده يتغير كل منظر الكيك. إن شاء الله ألف صحة وعافية بكيك أناناس المقلوب. بتمنى يكون عجبكم هذا الطبق، وما تنسوا تشاركونا بكل تجرباتكم على صفحتنا الفيسبوك، واشتركوا بقناة بسمتي لحتى ما تروحوا ولا حلقة. تابعوني بكرة بحلقة جديدة من برنامج حلويات رمضان.